كذلك ترجم لجعيل الغفاري رضي الله عنه. وجعيل هذا كان من غفار. النبي عليه الصلاة والسلام بعد حنين أعطى سهيل بن عمرو وأبا سفيان وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، هؤلاء الأربعة، أعطى كل واحد منهم 100 ناقة، أعطى كل واحد منهم 100 ناقة يتآلف بها قلوبهم. فقالوا له: يا رسول الله، أتعطي الأقرع وسهيلا وأبا سفيان وعيينة وتدع جعيلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعيل خير من طلاع الأرض من أمثال هؤلاء، ولكنني تآلفتهم بها وأوكلت جعيلا إلى ما جعل الله في قلبه من الإيمان، وأوكلت جعيلا إلى ما جعل الله عز وجل في قلبه من الإيمان. هذا الخبر فيه فوائد كثر، من أعظمها أن ولي الأمر هو أدرى في الغالب بالمصلحة أين تقع. وثمة أقوام، ثمة رجال في زماننا هذا، ثمة دول يحسن بالإنسان مداراتها في غير معصية الله وفي غير موالاة لكافر، اتقاء للشر وتآلفا للقلب وجلبا للمصلحة ودفعا للمفسدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأربعة. فهؤلاء الأربعة ليس لهم سابق عهد ولا كبير صنيع في الإسلام، لم يشهدوا بدرا ولا أحدا ولا الخندق ولا غيرها، لكنهم كانوا مطاعين في أقوامهم، لهم صولة وجولة في قبائل العرب يسمع لمثلهم، ولهم نفوذ قائم وسلطان قاهر في مجتمع يعظم فيه شأن القبيلة وشأن السيد أيا كان حاله. وإلا كيف يستطيع أبو سفيان أن يجمع كثيرا من قبائل العرب وهو لم يكن يومئذ ملكا، لكنها القبلية والسؤدد والبيوتات التي كانت تعرف في الجاهلية، حتى قدم بهم على المدينة في غزوة الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين وكانت كثيرة أعطى الأقرع وسهيلا وأبا سفيان وعيينة كل فرد منهم 100 من الإبل. كأن الناس رأوا أن جعيلا له في ذلك نصيب لأنه من غفار. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال في خاتمة الأمر: وأوكلت جعيلا إلى ما جعل الله في قلبه من الإيمان. وهذه تزكية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لجعيل. كذلك من كان قريبا من ذي جاه، قريبا من سلطان، قريبا من عالم، قد يرى أحيانا من صاحبه شيئا في ظاهره الجفاء والإبعاد، والأمر في حقيقته ليس كذلك، إنما الثقة فيك وحسن الظن بك والاعتماد على مودتك هو الذي يجعل من حولك قد يؤخرك قليلا، قد يظهر لك أنه يبعدك أو يقصيك، وليس الأمر كذلك، لكنه حسن ظن بك وثقة فيما في قلبك من المودة، واتكالا على حسن الصحبة وحسن العشرة التي سبقت. وهؤلاء يعلم أن على صحبته معهم إلى انقطاع، وأنها لا تلبث أن تكون سحابة الصيف ثم عن قليل تقشع، أو أنه يخاف شيئا منهم فيدفعهم بذلك الوصل، بذلك العطاء، بذلك المنح، حتى يتقي شرهم، وأنت مأمون الجانب، لا يخشى منك ولا يشعر المرء أنك تتربص به. وهذه كلها أشياء يحسن بكل أحد أن يتعلمها، يفقهها، إن كان سيدا أو إن كان تابعا، إن كان سيدا أو إن كان تابعا. وما من سيد إلا وهو تابع لغيره، وما من تابع إلا وهو سيد على غيره، ما من سيد إلا وهو تابع لغيره، وما من تابع إلا وهو سيد على غيره، وهو ذلك كله قريب من قول الله: وفوق كل ذي علم عليم.